ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المؤثره الجزائريه رانيا، ربنا يكون في عونها يا رب ان شاء الله، وربنا معاها ويكملها على خير باذن الله تعالى. وكمان يعني كل الناس بتقول ان ده الحلم اللي هي حلمته قبل كده، وكمان حلمت انه زوجها في الحلم بيقول لها خلي بالك من اللي في بطنك وان هي حامل. ده يعني كانت متنبئه بيه وفرحانه جدا جدا، ربنا يكمل فرحتها على خير يا رب العالمين ويكون عوض ليها باذن الله تعالى. كلمه ان هو بيوصيها على الطفل في بطنها وبيقول لها خلي بالك منه وان هو قطعه منهم هما الاثنين. ويكملها على خير يا رب، هي كل اللي زيها يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، اللهم امين، ويكون عوض ليها باذن الله تعالى. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد. وبجد كل الناس فرحت لها جدا 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 جدا، وكمان فرحوا لتنبؤها بيه. وكمان بعد ما الخبر طلع ان هي حامل، كمان هي قالت ان هي حلمت بزوجها بيوصيها على اللي في بطنها. رسالة مؤثرة ان هو طبعا يعني كل الايام دي هو ما فارقهاش ابدا 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 في ولا يوم من الايام دي، ولكن هي بتحاول ان هي تاخد بالها من اللي بطنها ومن بنتها، وبتحاول تأقلم حياتها على الوضع الجديد، ولكن هي ما نسيتوش ابدا في ولا يوم من الايام دي ابدا.